أهلا بكم في بيتنا، أهلا بكم في عائلتنا. أحداث ومغامرات يوميات حياتنا مع أنس أبو الاختراعات، وإيمان ست الأميرات، ويوسف المشاكس، وجاد قائد العمليات، وأحلى بابا في العالم من عائلتي مشيع. بس انت وهي بطلوا دوشة. هو شوفوا وصلنا. بابا ماني قادرة خلاص، مرة جيعانة خلاص. اموت. ماما جاد ريحة معفنة، لازم تغيرين له الحفاضة دحين. ايوه يا امي وصلنا الفندق. ماما يوسف اسكت وقوم من الشنطه. ماما اهلا. انا اسف، الشيك ان ما بيبدا قبل ما تصير الساعه 3. شكلنا لازم ننتظر هنا للساعه 3. حسان ممكن تتفضل انت، انا بخدم الاستاذ. ما في داعي استاذ محمد، عملنا لكم ترقيه على الحجز ورح تنزلوا معنا باحد افخم اجنحه الفندق. هي مفاتيح الجناح بالدور الثالث والمصاعد منهم. اقامه سعيده. الحقائب رح توصلكم على الجناح خلال دقائق. اسف على الازعاج. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. حقائبكم كلها هون، نتمنى لكم إقامة سعيدة، وحابين نبلغكم إنه الليلة جميع ضيوفنا مدعوين لحفلة عشاء تعارفية لكل النزلاء. يشرفنا نحضر. عندي فكرة. أنا كتير بحب هيك الأجواء. ومن زمان كنت عامل حالي اجي لهون، ولا يهمك المكان كثير مريح. انت شو رايك الليله؟ بابا اعطينا فلوس عشان نجيب اكل. ايمان حبيبتي الاكل ببلاش. لحظه هذا الاكل كله ببلاش؟ ها؟ ايوه يا ولدي، البوفيه داخل سعره مال حجز، خذوا اللي يعجبكم. شوية يا ولد، لا تفشلونا. أكيد رح تشارك فيها. محمد أنا حأكل جاد، إذا ممكن بس تجيب لي شوية أكل على بال ما أخلص. أبشري، تعالي يا يوسف معاي عشان أعبي لك صحنك. حاضر بابا. طيب يلا. أبو بلاش كثر منا. يا أولاد ليش جايبين أكل قد كده؟ كان حطيته شوية ولو احتجتوا زيادة تجيبوا. تتحديني أخلص قبلك؟ ما حتقدر، والخسران ما حياكل حلا. استعدي للخسارة. اتكلم عن نفسك. جاد جاد آسف جدا أستاذ محمد، ما بعرف كيف تفركشت. ما في مشكلة يوسف، خلاص روح أنت كل. حاضر بابا. خلاص استسلمي، ما حتفوزي، أنا لسه جعانة، استعدت للمصارعة. محمد خير؟ أقول لك ملابسي توسخت، رجعت الغرفة عشان أغير بس ماني ملاقي ملابسي. أنا أرسلتها للغسيل عشان الكوي، المفروض تكون جاهزة بكرة الصباح. يا الله، طيب خلاص حتصرف. ليش سوينا كذا؟ بس خلاص، أنت الفايزة. لا، أنت الفايز. خلاص، الحالة من حقك. وين راح؟ تفضل. جاد، جاد. انت لساتك شوف، يلا بسرعه اطلع على المسرح، يلا تعال تعال نور بسرعه. هاي هاي، يا الله ماني شايف شيء. الفائز معنا بمسابقه التنكر لهذا اليوم هو لبس الفارس. صديقنا الفارس يفوز بقسيمة مجانية لشخصين لقضاء يوم كامل في المنتجع الصحي لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تقديم الحلويات والمشروبات المجانية طوال فترة الإقامة في الفندق. ما اتفقنا على كده. هاي بابا بابا، بمناسبة الفوز جبت لكم كلكم حلا. ها شكلهم ما يحبوا الحلا. هذا هو موقع التخييم، وهلأ خلونا نجهز خيمنا وشغلاتنا للأيام الثلاثة القادمة. إيمان، أنا أتحداكي إني أقدر أبني خيمتي قبلك. ها؟ ما تقدر، أنا أسرع منك، وأصلاً أنت ما تعرف تبني خيام. ها؟ وأنت عمرك ما شفتي خيمة. تفضل. ها؟ ها؟ أنا بروح أشوف مكان مناسب أقدر أجهز فيه التلسكوب عشان كلنا نقدر نشوف النجوم الليلة. طيب بس لا تروحوا بعيد. تمام. هاي يوسف، تحب تيجي معاي نلاقي المكان المناسب سوا؟ طيب بابا. عندي فكرة. أنس، أعتقد لازم تقرأ التعليمات أول قبل ما تبني. ترى ما تقدري تضحكي علي. تبغيني أضيع وقت في القراية عشان تسبقيني؟ ها، بكيفك. أنا مالي شغل. تبني الخيمة. أنا باقي لي شوية وأفوز عليكي. ها؟ أنس، ترى شكله في شيء غلط في خيمتك. العمود هذا مكانه مش هنا. أصلاً أنا ما سألتك. بابا، بابا، إيش هذه النجمة؟ ها؟ أول مرة أشوفها. ماني لاقي أي معلومات عن هذا النجم في الكتاب بناء على خريطة النجوم. يوسف، شكلنا اكتشفنا نجم جديد. من جد؟ واو. لازم أتواصل مع وكالة الفضاء الآن وأبلغهم ونسمي النجم الجديد نجم مشيع. حكون أشهر مكتشف في التاريخ الفلكي. يلا يا جاد يا حبيبي، جاء وقت الأكل. صارت جاهزة أخيراً. أستاذ محمد، أنت متأكد من هاي الإحداثيات؟ أيوة. هي هذه. أنا ما حركت التلسكوب من يوم ما اكتشفت النجم. صراحة كوكب أو نجم بهذا البعد غالباً ما رح يقدر يشوفه تلسكوب تجاري مثل هذا اللي عندك، ومشان هيك نحن استغربنا لما خبرتنا عن اكتشافك، لكن كلامك طلع صحيح يا أستاذ محمد. هذا النجم جدا بعيد، بس هو موجود هي أول مرة بنشوفه. مبروك، أنت اكتشفت نجم مشيع الجديد ورح نسجله باسمك بإذن الله عالميا. ما اتفقنا على كده. ممكن أنام مع أحد في خيمته؟ مشيع، أهلا بكم في بيتنا، أهلا بكم في عائلتنا. وحدة ومغامرات يوميات حياتنا، مع أنس أبو الاختراعات، وإيمان ست الأميرات، ويوسف المشاكس، وجاد قائد العمليات، وأحلى بابا في العالم من عائلتي مشيع. طيب يا جماعة، ايش رايكم نشوف ايش في أنشطة نسويها اليوم بدل ما نوقف نتضارب على لوحة؟ ايوه صح، أنا شفت عندهم حصة تعليم صناعة المجسمات. ها، وأنتي من متى تعرفي تسوي مجسمات؟ عارف أسوي أحسن منك. هاخذ جاد في صالة لعب الأطفال. ممتاز، أنا أبغى أروح حصة تعليم الرسم بالألوان الزيتية. يوسف، تيجي معايا حصة الرسم؟ ايوه بابا، أنا أحب الرسم. عندي فكرة. بابا؟ بابا، ايش رأيك برسمتي؟ حلوة حبيبي، يلا كمل. يلا، أنا حوريك اليوم إني أحسن منك في صناعة المجسمات. اسكت وركز، الأستاذ بيتكلم. هذا المجسم هو اللي راح تقتبسوا منه التصميم. شجرة؟ هاها، الموضوع حيكون أسهل مما توقعت. طيب يا جماعة، وقت الرسم انتهى، الكل يبدأ بوضع اللمسات الأخيرة عشان يسلم اللوحة بتاعته. معاكوا 5 دقايق. ممتاز، اللوحة صارت جاهزة، بس باقي إن الألوان تنشف. بابا، ايش رأيك تبخ اللوحة عشان تثبت الألوان؟ شكراً حبيبي يوسف. ايش هذا؟ ايش بيصير في رسمتي؟ كنتي تحسبي انك احسن مني؟ انتي حتى مو احسن من اي احد في الفصل. ها؟ جاد يلا حبيبي صار لازم نمشي. للأسف حاولت ولكن هي دي اللوحة الفايزة. لحظة، إيش؟ كل واحد فيكم رسم اللوحة بشكل صريح، اعتيادي وآمن، لكن الفن يتطلب جرأة وتفكير إبداعي عشان يكون مميز، وعشان كده لوحتك هي اللي هتفوز. ما اتفقنا على كده. شايف التفاصيل كيف؟ نسخة من المجسم الأصلي. ها؟ أنت سمعتني لما شرحت لكم الطريقة يا ابني؟ سيء. لحظة، إيش قصدك سيء؟ قصدي إنك ما اتبعت أي تعليمات عن فن التجريد. فن التجريد؟ هيك الشغل، شايف يا ابني؟ هيك لازم يكون المجسم التجريدي. يا جماعة هذا أفضل مجسم بهذا اليوم. ممكن أحد يفهمني إيش اللي صاير؟ مو لو قعدت ساكت وركزت مع كلام المدرس في أول الحصة بدل ما تتنمر علي، كان فهمت إن درس اليوم عن الفن التجريدي. أهلاً وسهلاً بالجميع، ونتمنى أن تستمتعوا باحتفالنا المميز لضيوفنا المميزين، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لدعوتكم للمشاركة في مسابقة المواهب الليلة، والتي ستنتهي بعرض احتفالي مميز للألعاب النارية. إيمان، ليش ما تشاركي في مسابقة المواهب؟ ها؟ أنا أشارك؟ أيوة، وأنتي تعرفي تغني وصوتك حلو؟ أعتقد ممكن تفوزي. أنا فعلاً أحب أغني، بس ما عندي وقت أجهز لي أغنية عشان أسجل في المسابقة. أنا حروح أسجل لك وأجي أساعدك في التدريب على الأغنية. والله حمستني. خلاص أنا حروح ألبس لبس ينفع للمسرح وأبدأ التدريب للأغنية. تمام، وأنا أروح أسجل لك في المسابقة ونرجع نتقابل هنا قدام المسرح. الألعاب شكلها مرة يحمس. يوسف تيجي معايا؟ إيش الفائدة؟ ولا شيء راضي يضبط معايا طول الرحلة. يلا تعال يا شيخ، أنا متأكد إننا حنفوز في كم لعبة. خلاص طيب. لا يا جاد، تعال يا ماما، هذه الألعاب ما تنفع لك. يلا. لو سمحت، حابب أسجل أختي إيمان في المسابقة. للأسف يا ابني، بس العدد اكتفى، ما عاد فينا. الله يخليك، ما ينفع بس تضيف أختي؟ بس واحد عرض سريع. أنا آسف يا ابني، لازم ننتهي على الوقت تماماً مشان نبدأ بعرض الألعاب النارية. عائلة مشيع عائلتي، عائلة مشيع. جدا متحمسة على العرض. شكرا لأنك أقنعتني إني أشارك. عائلة مشيع عائلتي. أنا عمري تشاركي في المسابقة غصبا عنهم. حتزبط. أها أها لقيتها. يوسف تعال، لقيت لعبة حلوة. يلا حبيبي تعال. يلا خلينا نشوف مين فينا اللي يقدر يطيح القوارير. ها اها راحت علي. دحين دورك يا يوسف. مالي نفس. اسمع، حسوي معك تحدي. إذا طيحت القوارير حشتري لك هارفي. ها موافق؟ طيب. ولدينا فائز. آها أخيراً نجحت. يوسف والله ما يكسر. هذا جاد ولدي الصغير. جاد يلا يا جاد، لازم نروح على المسرح عشان نشوف إيمان تغني. يلا تعالي. أنس إيش بك؟ ليش قاعدين نتسلل؟ عشان ما نزعج المتسابقين اللي على المسرح. فهمت. إيمان خلاص، انتي أوقفي هنا، وأول ما ينادوا اسمك اطلعي على المسرح وغني. طيب بس انت فين رايح؟ ما حتشوفني أغني؟ طبعا، بس أتأكد أن الميكروفونات تكون شغالة صح عشان الكل يسمع كويس. والآن مع العرض الأخير لليلة، الفنانة المتألقة إيمان. ايش اللي بيحصل؟ كنا نفهم شيء في شيء. لا. عيشوا معنا مغامرة الحياة. عائلة مشيع عائلتي. أنا عمر الأولاد. أحيانا في عمري أنس أحبهم فأنت أفضل أصدقائي. عائلة مشيع عائلتي. إجازة حلوة. صدقت يا ولدي، صدقت.